السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات الأممية لإعادة المفاوضات السياسية وتصريح الحكومة بمضيها نحو الخيارات المفتوحة للتحرير والحسم العسكري. قال وزير الخارجية خالد اليماني إن الحوثيين قابلوا مبادرة المبعوثة الأممية الخاصة بمحافظة الحديدة بالتعنت والمراوغة. وأكد اليماني أن المبعوث الأممي كان لديه الوقت الكافي لإجراء اتصالاته مع ميليشيات الحوثي بخصوص الحديدة، وإن للحكومة خياراتها المفتوحة لتحرير المدينة بشكل كامل. إلى ذلك قالت صحيفة الشرق الأوسط إن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لوح بأن مفاوضات السلام ستعقد عقب عيد الأضحى. جاء ذلك أثناء زيارته الرياض ولقائه بأعضاء في الحكومة الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن مبادرة المبعوث الأممي من إعادة المفاوضات السياسية؟ وما هي خيارات الحكومة والتحالف العربي فيما يخص محافظة الحديدة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تراهن ميليشيا الحوثي على عامل الوقت لإفشال مخطط اقتحام الحديدة وتعزيز قدراتها العسكرية، لكن الشرعية تؤكد أن هذا الرهان خاسر، فعملية تحرير الحديدة في نظر وزير الخارجية خالد اليماني ليست بالصعبة، إلا أن خيار مد يد السلام ما يزال في المقدمة بالنسبة للشرعية. لكننا أعطينا فسحة من الوقت لجهود السيد المبعوث الخاص للأمين العام لإنجاح مبادرته حول الحديدة، والتي تقوم على مبدأ الانسحاب غير المشروط للميليشيات الحوثية وإحلال قوات من وزارة الداخلية اليمنية. مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريف لاقت تعنت الميليشيا الإنقلابية وفق تصريحات صحفية لليماني في أبوظبي، الذي أكد أن مارتن أخذ وقته الكافي للتواصل مع الطرف الإنقلابي دون إحراز نتائج حقيقية. يقول اليماني إن انتظار نتائج المبعوث الأممي لن يستمر طويلاً، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن اليماني تحذيره من أن عدم انسحاب الحوثيين سيجعل خيار إنجاز مهمة التحرير واردة ليس فقط للحديدة بل وحتى صنعاء. ينبغي أن يعود إلينا السيد مارتن غريفيتس بنتائج محددة لمعرفة هل يمكن أن تؤتي جوده نتائج طيبة في إرغام الطرف الإنقلابي للانسحاب من الساحل الغربي، ما لم فإن لدى الحكومة الشرعية والتحالف كل الخيارات المفتوحة وتحت غطاء القانون الدولي وبمباركة من المجتمع الدولي من أجل إنجاز المهمة حتى التحرير الكامل لأراضينا. كانت الحكومة قد قدمت مبادرتها الخاصة من 3 نقاط تتضمن انسحابا كاملا لميليشيا الحوثي من الساحل الغربي ومدينة وميناء الحديدة، وإحلال قوات تابعة لوزارة الداخلية مكانها، وتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى السماح للمراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ. وعلى ما يبدو فإن ميليشيا الحوثي ليست وحدها من تراهن على الوقت، فالأمم المتحدة تعتمد على الوقت أيضا في تحقيق مفاوضات قادمة ربما تنعقد بعد عيد الأضحى بحسب تصريحات المبعوث الأممي في الرياض لوجهاء من صعدة. لكن المؤشرات اليمنية تشير إلى أن السلام والحرب في اليمن يواجهان تعقيدات كثيرة، إلا أن السلام يبدو أكثر تعقيدا من الحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي المتحدث باسم الحكومة الأستاذ راجح بادي. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، مرحبا بك أستاذ راجح. الحكومة أو أنتم في الحكومة تقولون بأن التعاطي مع ملف الحديدة لن يستمر إلى ما لا نهاية، ولديكم خيارات مفتوحة، ما هي هذه الخيارات؟ أولا أحب أن أؤكد أنه نحن يدنا ممدودة للسلام، ونحن الطرف المعتدى عليه في هذه الحرب من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وعندما نتحدث عن الخيارات التي أمامنا، نحن بالنسبة لنا اتخذنا قرار الحسم العسكري في الحديدة، لكن الأمم المتحدة ومبعوثها يعني طلبوا التدخل من أجل إقناع ميليشيات الحوثية الإنقلابية بالانسحاب من هذه المدينة وتجنيب
وتجنيب هذه المدينة المسالمة ويلات الحرب. والآن المبعوث اليوم في صنعاء لمناقشة مقترحاته التي تقدم بها من أجل الانسحاب من مدينة الحديدة. نتمنى أن تحكم هذه الميليشيات الإرهابية صوت العقل له لمرة واحدة، وتتعاطى بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي الذي تحدث وقال أنه تلقى وعود يعني جيدة من قبل زعيم هذه الميليشيات عبد الملك الحوثي عندما التقى زيارة سابقة في صنعاء. بالنسبة لنا نحن يعني دعاة حق، نحن يعني سنتجه ليس لتحرير مدينة الحديدة فقط، إنما لكل الأراضي اليمنية إذا تعنتت هذه الميليشيات واستمرت في سيطرتها على موانئ الحديدة ومدينة الحديدة واستخدام هذه الموانئ في تهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ القادمة لها من طهران. نعم، دائما التجارب السابقة أستاذ راجح تؤكد بأن الميليشيا لا عهد لها ولا ميثاق، وربما نقضت كل الاتفاقيات السابقة، وأنتم يعني مطلعون بصورة مباشرة على كل الاتفاقيات مع ميليشيات الحوثي. ما هي يعني هذه المرة، يعني ما هي الارتكازات التي قد تبدي بعض الاطمئنان بأنهم ستصلون معهم إلى نقاط تبدأ فيها حوار سياسي؟ احنا بالنسبة لنا قناعتنا راسخة أن هذه الميليشيات ميليشيات إرهابية لا تجيد ولا تفهم إلا لغة السلاح. كل الاتفاقات سواء الاتفاقات المحلية أو الدولية التي عقدت مع هذه الميليشيات للأسف الشديد هي من كانت تنقض هذه الاتفاقيات، حتى الاتفاقيات التي كانت تفرضها على بقية القوى السياسية مثل الاتفاقية السلم والشراكة التي فرضتها هذه الميليشيات عقب سقوط العاصمة صنعاء، هي من تسبب في انهيار هذه الاتفاقية التي صاغت بنودها ميليشيات الحوثي وفرضت تحت يعني فوهات البنادق التوقيع على بقية مكونات المنظومة السياسية حينها التوقيع على هذه الاتفاقية. نحن بالنسبة لنا كما قلت قناعتنا راسخة أن هذه ميليشيات إرهابية دموية، لكن للأسف يعني هناك بعض الأصوات في المجتمع الدولي لا زالت تتحدث إنه صوت العقل وخيار السلام يعني وتراهن على بعض القيادات في هذه الميليشيات الإرهابية. المبعوث الأممي الآن أمام تجربة جديدة، لكن أنا أتمنى أن يضع المبعوث الأممي في نصب عينيه تجربة سابقيه من المبعوثين سواء السيد جمال بن عمر أو السيد إسماعيل ولد الشيخ الذين يعني كانوا في بداية مهماتهم يعني يراهنوا ويطلقوا التصريحات المتفائلة بجنوح هذه الميليشيات نحو السلام، لكن عندما انتهت مهم يعني مهامهم في اليمن كشفوا للعالم وللمجتمع الدولي وللأمم المتحدة حقيقة هذه الميليشيات أنها لا ترغب أساسا ولا تعرف شيء اسمه السلام. نعم، دائما ربما يعني من يقف أمام الحكومة وخيارات الحسم العسكري هي الأمم المتحدة، وخاصة فيما يعني الضغوطات الكبيرة التي تمارس على الحكومة والتحالف فيما يخص الملف الإنساني في محافظة الحديدة. إذا ما استمر هذا التعنت أستاذ راجح من قبل ميليشيات الحوثي وعدم الرضوخ وتسليم الميناء أو حتى تسليم مدينة الحديدة، كيف ستتعاملون مع الأمم المتحدة التي تتصدر المشهد وتقف حجر عثرة أمام أي تقدم للجيش الوطني أو عملية عسكرية في الحديدة؟ بالنسبة لنا يعني نتمنى أن تنجح مساعي المبعوث الأممي. نحن لا نريد دمار ولا نريد حرب في مدينة الحديدة وغيرها من المدن، ولذلك نحن يعني تعاوننا بشكل إيجابي وبناء مع المبعوث الأممي ومع مقترحاته، وكان اجتماعنا الأخير معه في الرياض منذ يومين كان اجتماعا إيجابيا، وكانت هناك إشادات واضحة من المبعوث الأممي ومن فريقه الذي حضر الاجتماع لجهود الحكومة وتعاملها البناء والإيجابي لتجنيب مدينة الحديدة ويلات الحرب. نحن حريصين ونتمنى أنه الحوثيين يستجيبوا لنداءات الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الدولي في الانسحاب من المدينة، لكن إذا استمرت هذه الميليشيات في التعنت نحن كما قلت خيارنا ليس تحرير مدينة الحديدة فقط، نعم، إنما تحرير كل الأراضي اليمنية وعلى رأسها العاصمة السياسية صنعاء. لكن يعني هي أيام ويكتشف للعالم وللمبعوث الأممي
حقيقة الوعود التي تلقاها من هذه الميليشيات أنهم حريصين على السلام وتجنيب المدينة وإذات الحرب. طيب أستاذ راجح، قبل أن أنتقل إلى الأستاذ وضاح الجليل وأيضا الدكتور عبد الغليني، سؤال أخير فقط أودعك فيه. المبعوث الأممي تحدث بأن المفاوضات ستبدأ عقب عيد الأضحى المبارك، هل فعلا هذا التصريح وارد وتلقيتم يعني أي نقاط لترتيب هذا اللقاء وبداية المفاوضات السياسية، أم هو فقط تصريح إعلامي؟ هناك جهود تبذل، لكن نحن في الحكومة أؤكد هنا أنه حتى هذه اللحظة لم نتلقى أي دعوة رسمية لمثل هكذا مشاورات. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الحكومة الأستاذ راجح بادي، كنت معنا من الرياض، وأرحب بضيفي المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل من القاهرة. أستاذ وضاح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ وضاح. تحركات المبعوث الأممي هذه المرة وتصريحه بأنها ستبدأ المفاوضات بعد عيد الأضحى المبارك، وأن هناك تجاوب كما يقول ونقاط ربما يبنى عليها من قبل ميليشيات الحوثي، هل تتوقع نجاح لهذه التحركات للمبعوث الأممي ويصل الناس ويعود للمسار السياسي أم لا؟ لا يبدو أن هناك أي مؤشرات تشير إلى التفاؤل الذي يبديه المبعوث الأممي، وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي مثل هذا التفاؤل والتي يقول فيها أن المفاوضات ستبدأ قريبا وأن هناك تعامل إيجابي من مختلف الأطراف. المبعوث الأممي يبدو أنه يصر على أنه يحقق تقدم وأنه ينجز شيء، لا يريد أن يشعر تشعر الأطراف المعنية سواء داخلية أو خارجية أو المشاركة بشكل فعلي في الحرب أو المشرفة على ما يحدث في اليمن، لا يريد أن تشعر بالملل أو بأنه لا ينجز شيئا. لكن الحقيقة أن كل تصريحاته ليست مبنية على أسس حقيقية وواقعية. ما الذي حدث أو تقدم في قضية ميناء الحديدة ومدينة الحديدة نفسها؟ ما الذي أنجزه بشأن الانسحاب من مؤسسات الدولة؟ تسليم السلاح، الكثير من القضايا ما تزال عالقة. ويبدو أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث يريد أن يجر مختلف الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتفاوض والتشاور حول الأولويات نفسها، حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو تنفيذ المرجعية الثلاث. هذا الأمر غير ممكن إذا لم يكن هناك اتفاق على تنفيذ هذه المرجعيات مسبقا، ومن ثم يكون التفاوض على التفاصيل والإجراءات، فإن كل ما يمكن أن يحدث هو جولة مفاوضات جديدة مثل ما حدث في الكويت، ستكون جولة طويلة وغير مجدية وغير نافعة. كما قلت، لا يوجد ما يؤكد تصريحات المبعوث الأممي أو ما يثبت إيجابيتها. تفضل. أبقى معي أستاذ وضاح، أيضا نشرك معنا في الحديث الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. دكتور عبد الله مساء الخير وأعتذر عن التأخير، أهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا بك دكتور عبد الله. كما تابعت وسمعت المتحدث باسم الحكومة الأستاذ راجح بادي يقول بأنه لم يتلقى أي دعوة رسمية فعلا بأنه ستكون هناك مفاوضات كما يقول المبعوث الأممي بعد عيد العيد الأضحى المبارك. أيضا تعنت ميليشيا الحوثي، وإلى الآن لم نرى أي تصريح يثبت حسن نوايا بأنهم سيدخلون في مفاوضات سياسية، والحكومة أيضا تصرح بأنها لن تستمر إلى ما لا نهاية في هذه المفاوضات. كيف تقرأ مستقبل عملية سياسية قريبة كما يقول المبعوث الأممي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك مرة أخرى وبالمشاهدين الأعزاء والضيوف الأكارم. مرحبا بك. يبدو واضحا أن هذه الحملة التي يقودها المبعوث الأممي الدخول في الحل السياسي يبدو أنها مرتبطة بأحداث الحديدة، وهذا يؤكد حقيقة أن معركة الحديدة لم تكن معركة تحرير بقدر ما كانت معركة تحريك. فهذه الحرب الضروسة التي خاضها التحالف من أجل استعادة الحديدة وتحريرها وطرد الحوثي منها يبدو الآن أنها كانت معركة تحريك لهذه المفاوضات ولم تكن معركة تحرير للحديدة، إذ أن السؤال ما الذي جعل التحالف يتوقف في المنتصف ولا يكمل عملية التحرير؟ الضغوطات الأممية دكتور عبد الله، الضغوطات الأممية بسبب الكارثة الإنسانية التي ستحل بالحديدة.
نعم لا أحد يخوض حربا ثم يتذرع بأن والله هناك ضغوط أممية. الضغوط الأممية كانت قائمة قبل بدء المعركة. الحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية، يعني هذه المقولات كانت تملأ الفضاء الإقليمي والدولي واليمني، ومع ذلك يعني أقدم التحالف على هذه المعركة التي يتضح اليوم أنها كانت معركة تحرير ولم تكن معركة تحريك. لكن دعني أعود إلى يعني نقطة في البدء. في تقديري أن اللحظة الزمنية الراهنة يبدو أنها يعني مناسبة نسبيا للحديث عن الحل السياسي لجملة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو وجود الحكومة في عدن، هذا يعطيها مزيد من المصداقية ومزيد من الثقل، إذ أنها تستطيع أن تدير عملية التفاوض إن حدثت من الداخل وليس من الخارج كما كان قائما قبل ذلك. نعم. أيضا طول المدة الزمنية واتساع رقعة المعاناة هذا عامل آخر. ولكن المسألة يعني الحديث عن حل سياسي يقودنا إلى جملة من الأسئلة المركزية، مقدمات. لا يمكن الحديث عن حل سياسي ما لم يتم الإجابة عن هذه الأسئلة التي تعد مقدمات قبل الوصول إلى النتائج أو الدخول في حل سياسي. أول هذه الأسئلة، ما قدرة الحكومة المركزية على إدارة هكذا مفاوضات سياسية في هذه اللحظة يعني الزمنية؟ هل تستطيع بالفعل حكومة الرئيس هذه تملك من القوة الذاتية وتملك من السلطة وتملك من الاستقلال في قرارها السياسي بحيث أنها تستطيع أن تقود هكذا مفاوضات؟ هذه واحدة. الأمر الآخر التحالف اليوم هو اللاعب الرئيس في الساحة اليمنية. هل في أجندة التحالف هو إنجاز عملية التحرير سواء عبر الحسم العسكري أو عبر التفاوض السياسي؟ المؤشرات على الأرض تقول غير ذلك، تقول أن التحالف له يعني اتجاهات وله مسارات وله يعني أولويات تختلف أو ليست متماهية مع الوصول إلى حل نهائي سواء عبر الأداء العسكري أو عبر الأداء السياسي. السؤال الثالث أو يعني المسألة الثالثة هو وضع الحوثيين. طبعا الحوثيون سيطروا على ما سيطروا عليه من شمال اليمن ليس يعني ضمن قوة ذاتية وإنما تعبيرا عن إرادة إقليمية. الحوثيون ما وصلوا إلى السلطة لأنهم يعني تمكنوا منها ولأنهم أقوياء بدرجة كافية بحيث أنهم استطاعوا الإطاحة بالحكومة المركزية، وإنما وصلوا إلى السلطة عبر تفاهمات وتوافقات إقليمية لم تعد خافية الآن. السؤال، هل تغيرت هذه الاعتبارات الإقليمية سواء متمثلة في يعني توجه المملكة العربية السعودية أو توجهات إيران؟ هل حدث تحول في الإيرادات الإقليمية يدفع الحوثيين إلى القبول بحل سياسي؟ وبالتالي أنا أتصور الحديث عن الحل السياسي اليوم هو حديث مجمل وحديث عام، وليس هناك يعني من المؤشرات ومن المعطيات ما يجعل المرء يتفائل بقرب الدخول في حل سياسي. نعم. طيب ابقى معي دكتور عبد الله. أستاذ وضاح الجليل المحلل السياسي من القاهرة. أستاذ وضاح، في حال عودة المسار السياسي فعلا ودخول الأطراف في اليمن إلى مفاوضات مع ميليشيات الحوثي، برأيك ما الذي سيختلف في المفاوضات هذه المرة؟ كما ذكرت سابقا لا يبدو أن هناك إمكانية لعقد هذه المفاوضات، لكن إذا ما حدث وتمت هذه المفاوضات فبالتأكيد هناك متغيرات كثيرة. أولا المفاوضات التي جرت آخر مرة قبل سنتين كان هناك الكثير من الوقائع غير ما هي عليه اليوم، وكانت مساحة سيطرة الحوثيين واسعة على الأراضي اليمنية، كانوا ينتشرون في مناطق كثيرة لديهم سطوة أكبر، كان أيضا هناك اختلاف في الموازين العسكرية، وكان هناك أيضا حلفاء للحوثيين أو حليف رئيسي هو علي عبد الله صالح، ويعمل لهم تغطية أو غطاء سياسي كبير بحكم ما يمتلكه من خبرات من علاقات دولية كثيرة. لكن حاليا هناك تراجع كبير في مشهد سيطرة الحوثيين على مختلف الأراضي اليمنية. هناك أيضا تراجع سياسي كبير، لم يعد لديهم قدرة على امتلاك غطاء سياسي. هناك كثير من الخسائر على هذه الجبهة، أقصد الجبهة السياسية. هناك ما يشبه الثلاث السياسي، لكن في المقابل لديهم
دعم دولي خفي أو دعم من قوى غربية خفية تعمل على منحهم مزيد من الـ 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 أو ما يمكن أن نقول محاولة تأكيد وجودهم على أرض الواقع بصفتهم أو بادعاء أنهم أقلية مضطهدة، بينما في الحقيقة هو هناك رغبة في استثمارهم كورقة أمنية وورقة طائفية ومذهبية تستغل لابتزاز دول المنطقة مختلف القوى فيها. إضافة إلى ذلك هذه الرغبة تأكدت خصوصا بعد إزاحة علي عبد الله صالح من المشهد، أصبح هناك طرف وحيد في العاصمة صنعاء، طرف وحيد في الانقلاب يواجه بقية القوى، بالتالي أصبح تعامل هذه القوى الغربية مع هذا الطرف أكثر وضوح وأكثر دقة. نعم. ولديها ما يمكن أن نقول أنها أهداف واضحة و أغراض محددة من التعاطي معه، فستكون هناك سهولة في دعم هذا الطرف من قبل هذه القوى دعما خفيا ومحاولة تمكينه من الحفاظ على ما حققه أو على بعض ما حققه من مكاسب خلال 3 سنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب، بينما على الطرف الآخر الحكومة الشرعية أصبحت أكثر قوة، تسيطر على مساحات أكثر على في الأراضي اليمنية، لديها وجود ميداني أيضا، كثير من أفراد الحكومة يتواجدون في الميدان، كثير من المرافق الحكومية تعمل في على الأرض، البنك المركزي أيضا في العاصمة المؤقتة عدن، وهناك يزاول مهامه بشكل مقبول نوعا ما. لكن أيضا الشرعية تواجه الكثير من الاختلالات، هناك اختلالات أمنية، هناك أيضا ابتزاز من قبل الأطراف الدولية بشأن القضايا الإنسانية وأيضا القضايا والاختلالات الأمنية. أشكرك أستاذ الضاح. نعم. نعم تفضل. شكرا لك لضيق الوقت، أعتذر منك. شكرا جزيلا لك الأستاذ الضاح الجليل المحلل السياسي، كنت معي من القاهرة. وعودة أخيرة إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، يعني الحكومة اليمنية تشير بصورة أو بأخرى، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، بأن المهلة التي أعطيت للمبعوث الأممي كانت كافية، وإذا لم تخضع الميليشيا لهذه المساعي فإن الخيارة الحكومة الشرعية مفتوحة. باعتقادك يعني هذا التصريح يفهم منه أن الحكومة الشرعية والتحالف قادرين على حسم المعركة في الحديدة عسكريا؟ أنا أتصور نعم، من الناحية الاستراتيجية التحالف والحكومة قادران على الحسم العسكري وقادران على المضي قدما في يعني استعادة الحديدة، ولكن المسألة تحكمها سيناريوهات سياسية، إذ أن التحالف لو كان بالفعل جادا في إسقاط الحوثيين لفعل ذلك منذ سنوات. المعركة الآن مضى عليها أكثر من 3 سنوات وهذه السنة الرابعة، ومع ذلك لم يحقق التحالف تقدما يعني استراتيجيا، وعندما أقول استراتيجي فأنا أعني أنه يضيق الخناق على الحوثيين. لا معركة تعز ولا معركة الحديدة ولا أي معركة أخرى سوف تلجئ الحوثيين إلى الاستسلام والقبول بحل سياسي ما لم تكن المعركة متجهة إلى صنعاء. فأنا أقول إن كان التحالف جادا في إعادة الأمور إلى ما قبل سبتمبر 2014 فعليه أن يوجه سهامه إلى صنعاء وليس إلى الحديدة وليس إلى تعز وليس إلى منطقة أخرى. هل يمكن يا أخي الكريم أن نتصور أن الحوثيين يمكن أن يستسلموا وأن يقبلوا بالحل السياسي لمجرد أن المجتمع الدولي أو مارتن جريفيث أو غيرهما طلبوا منهم ذلك؟ الحوثيون الآن، أنا أختلف عما تفضل به الأخ الكريم قبل قليل، صحيح أنهم على المستوى الجغرافي قد خسروا مساحات جغرافية مقدرة وصاروا محصورين في مناطق مركزة، ولكنهم على المستوى الاستراتيجي أنا أحسب اليوم أنهم أكثر قوة من ذي قبل، يعني حتى تخلصوا من علي عبد الله صالح زادهم قوة. علي عبد الله صالح سياسيا واجتماعيا كان يشكل عبئا عليهم، وعندما حانت اللحظة فقد تخلصوا منه. الحوثيون سيطروا على القوى المتبقية في يعني الحرس الجمهوري، في الحزب المؤتمر، استحوذوا على كميات كبيرة من السلاح من الأموال، نسجوا تحالفات قبلية في يعني شمال اليمن، فهم اليوم نسبيا أكثر قوة مما كانوا عليه، وبالتالي لا نتصور أن يستسلم الحوثيين وأن يتراجعوا عن الدفاع عن مشروعهم السياسي لمجرد أن هناك مطالب إقليمية أو مطالب دولية من هنا وهناك.
أنا أقول أن الرعاة الإقليميين المملكة العربية السعودية تحديدا وإيران يعني يطلعان بأدوار مركزية في هذه المسألة. نعم. إيران بطبيعة الحال لا يمكن أن تتخلى عن حلفائها دون مقابل على الجبهة السورية أو العراقية أو غيرها. المملكة العربية السعودية قائدة التحالف، ما لم يحدث تحول في اتجاهات التحالف يعني إزاء الحوثيين يعني بحيث أن يكون التحالف أكثر جدية في خوض المعارك العسكرية والسياسية والتوجه إلى صنعاء مباشرة بقصد إسقاط الحوثيين، ما لم يحدث هذا فأنا أتصور أن الحديث عن الحل السياسي سيبقى حديث في العمومات وفي المجملات، ويعني لن يصل إلى محددات معينة وإلى نتائج ملموسة. الآن حتى الحديث عن الحل السياسي ما زال الحديث عن بدء جولات التفاوض وليس الحديث عن مرجعيات يعني تفصيلية، ولا أقصد المرجعيات والمرجعيات الثلاث، وإنما أقصد يعني القواعد والأركان والمرتكزات التي يمكن أن يقوم عليها هذا الحل السياسي. هذه مسألة ليست واضحة، ولا يبدو أو لم يعلن مارتن جريفيث عن خارج الطريق محددة يعني توصف طبيعة أو نموذج الحل السياسي الذي يسعى إلى يعني بسطه وجمع الفرقاء السياسيين عليه. وبالتالي يبدو لي أن الحديث عن الحل السياسي في هذه اللحظة هو حديث عن مجملات وعن عمومات وعن أمنيات أكثر منه عن وقائع على الأرض. أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط، والشكر أيضا للمتحدث باسم الحكومة راجح بادي، وكذلك للمحلل السياسي والضاح الجليل كان معنا من القاهرة. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.